يواجه أكثر من 200 ألف ناخب من أبناء سنجار ومثلهم في مناطق غرب نينوى مصير المهاجرين الذين حرموا من المشاركة في الانتخابات لكون قانونها الذي شرعه البرلمان مؤخرا لا يسمح لهم بالإدلاء بأصواتهم خارج مناطقهم وسط مخاوف من تفرد الميليشيات المسلحة والموالين لها بحق التصويت على حساب سكان المدينة الأصليين المهددين بالقتل إذا حاولوا العودة. القانون الأخير اللي شرعوه بعض إخواننا النواب لمصالحهم الضيقة لم يكفل لأهالي قضاء سنجار النازحين داخل مدينة الموصل بحق الانتخاب، فقط كفل اللي في المخيمات. أهالي سنجار أكثر من 340 ألف نسمة، نسبة النزوح من داخل قصبة سنجار 98%. تأخر تنفيذ اتفاقية سنجار واستمرار سيطرة الفصائل المسلحة على القضاء ومفاصل الحياة فيه ومنعها النازحين من العودة إلى مناطقهم دفع أبناء سنجار إلى مطالبة الحكومة ومفوضية الانتخابات بفتح مراكز حركة سكانية للنازحين في مدينة الموصل والسماح لهم باختيار ممثلين عنهم في الانتخابات المقبلة. نطالب بفتح مراكز حركة سكانية لتغطية أعداد النازحين في الساحلين الأيمن والأيسر من مدينة الموصل وشمول نازحي قضاء سنجار داخل مدينة الموصل ببرنامج الحصر الإلكتروني الذي تنفذه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لضمان حق المشاركة لهم في الانتخابات المقبلة. ويرى النازحون من سنجار أن حرمانهم من الإدلاء بأصواتهم سيفسح المجال أمام جهات تحاول الهيمنة على مصادر القرار في القضاء لتمرير مرشحين موالين للتنظيمات المسلحة ليكونوا نوابا في البرلمان المقبل عن قضاء سنجار رغما عن سكانه. من الموصل محمد سالم، يو تي في.